C'est une prise de terre à de la prise de tête. Oh, l'axe. موضوع البرنامج ديالنا اليوم غادي نتكلموا على الضوء على الكهرباء، ولكن ما غنتكلموش على الفاكتوره والاقتصاد ديال الضوء، غنتكلموا على واحد الحاجه كنسمعوها كثير بغينا نتعرفوا عليها احسن، التأريض او لا الخيط ديال الضوء اللي كندفنوه في الارض، لا بريز دو تير. هذيك البريز دو تير عنده واحد اهميه كبيره. ملي كنشوف البريزات اللي عندي في الدار كنشوف بان كاينين دوك التقيبات باش ندخل البريز واخا، ولكن خارج واحد المسمار ديال الحديد ديالاش الضوء في المكان كيف كنقولوا حنايا لي كونديكتور كيوصل الكهرباء. الا درناها في واحد الجهه ماشي معزوله الكهرباء كيبقى كيدور هكذا. انا كنكون خدام في الاورديناتور ديالي مثلا كنلقي كيضرني الضوء لان واحد شويه ديال الضوء بقى وصل الاورديناتور. هادشي علاش كنتكلموا على الخيط ديال الضوء اللي مدفون في الارض لا بريز دو تير. نشوفوا دابا كيفاش كنديروا لهذه العمليه، يعني كندفنوا الخيط ديال الضوء في الارض. الدار اللي مبنيه باحترافيه غادي نلقاو بان لنزلنا 75 سنتيمتر حتى المتر تحت منها غنلقاو خيط ديال الضوء داير بها. هذه الطريقه الاولى. كاينه الطريقه الثانيه، هي غادي نحزموا خيط ديال الضوء في واحد الوتد وكيدفنوه على بعد متر ونص، ولكن كيديروا عليه واحد الكرياج في واحد اللون باش هكا اي واحد حفر يعرف بان راه الضوء كاين. العمليه ديال الدفين ديال الخيط ديال الضوء دازت، غادي نمشيو لحاجه اخرى في الدار ديالي. غادي ناخذ بريزات اللي فيهم واحد المسمار خارج وكيدخل في البريز، هذاك الشيء علاش كنسميوه لا بريز دو تير. يعني البريز هو دخل الضوء اللي غادي يبقى كيوصل غادي يخرج من داك المسمار وغيدخل في البريز ديالي وهكا غنبقى هاني. ولكن ماشي نجي للدار مثلا يلا غنكريها ويبان لي البريز فيه داك المسمار ونقول صافي لا بريز دو تير كاينه، يمكن يكون خطا. خاصني ناخذ محترف ونسول علاش، لان يمكن هذاك البريز غير خسرات وديك الدار راه ما فيهاش لا بريز دو تير، يعني ما دفنوش لا وتد ولا خيط ديال الضوء حتى حاجه ما مدفونه، ولكن شراو البريز من عند الدروغري فيه هذاك المسمار. يعني انت في البال ديالك راه كاين البريز دو تير وهو ما كاينش. الدور ديال لا بريز دو تير، الخيط ديال الضوء اللي مدفون في الارض، خاصنا نعرفوا بان الضوء كيف ما كان النوع ديالو شحال ما كانت القوه ديالو راه هو كيوصل وكيمشي، كيقولوا بالفرنسيه كوندكتور، يعني الا لقى حديده معدن كيدخل معها ويمشي. واللي عندك 220 هنا وال 220 هنايا مثلا ماكينه ديال التصبيط بعض المرات كنقيسوها وهي خدامه كيضربنا الضوء، لان وصلها الضوء ولكن مادام هي فيها المعدن الضوء بقى كيدور عليها وفين ما قصت يديه كيضربني الضوء. الا كانت لا بريز دو تير الخيط مدفون في الارض داكشي ديال الضوء غادي يمشي للارض وهكذا غيمكن لي نخدم على خاطري. ايوا هادشي كله اللي قلتو راه غير باش تستهلك. واخر حاجه ما نساوش ناخذ دائما محترف نسولو، والبريز اللي فيها الحديد ما كتعنيش بان راه كاين لا بريز دو تير وبلا ما تستهلك.